المخدرات. لقد بذلنا وجهدنا ولله الحمد. الحمد لله، لقد أجبت على جميع الأسئلة. أتمنى أن يكون الامتحان القادم كما سبق بالضبط. أتمنى ذلك إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. كيف حالكم يا شباب؟ أهلا أهلا يا ماجد. أهلا وسهلا. مبروك على الترتيب الثاني يا حمد. شكرا لك يا ماجد، ومبروك لك أنت أيضا على المركز الأول. شكرا يا حمد. إلى اللقاء. إلى اللقاء. يمشي بين الطلاب كالطاووس متباهيا بترتيبه الأول. كيف حدث هذا لا أعلم. هذا لا يكفي، لا ينفع. الولد ناجح وترتيبه الثاني، لماذا لا يكفي ولماذا لا ينفع؟ لماذا؟ وهل ماجد الذي نال الترتيب الأول أفضل منك؟ لماذا لا يكون ابننا حمد هو الأول؟ أبي، لقد بذلت جهدي ولم أضيع ساعة من غير دراسة. وكذلك فعل ماجد. هل تريدني أن أعتقد أن ماجد أذكى منك؟ اسمع يا حمد، هناك طريق مختصر للوصول إلى ما تريد. طريق مختصر؟ ألست تريد أن تنشط إمكاناتك العقلية؟ فتدرس قليلاً ويكون ترتيبك الأول؟ نعم، هذا ما أريد بالضبط. سأعطيك حبوباً منشطة. ماذا؟ تعطيني حبوباً منشطة؟ نوع من العقاقير المنشطة للذهن، ولكن ها، إياك أن تخبر أحداً بهذا الموضوع. اجعل هذا الأمر سراً بيني وبينك فقط. لو سمحت أريد ما شيء يا أمي. يبدو أنه إرهاق من الامتحان فقط. استرح يا بني. بسم الله الرحمن الرحيم. سأتصل بأبيك فورا ليحضر لك الطبيب. لا لا يا أمي، أرجوك، لا داعي للطبيب. سأستريح قليلا ثم أقوم. أمي، أحضري لي غطاء ومخدة. الحبوب المنشطة تدمر الجهاز العصبي المركزي وقد تؤدي إلى الوفاة. لا نريدك الأول يا ولد. نريدك كما أنت، تأكل وتشرب وتجتهد في حياتك الطبيعية السليمة. نريدك كما أنت.